خل أقول نقطة مهمة بالبداية. ماليزيا تدرون من الدول اللي كان رئيسها مو هذا الموجود، رئيس اللي سابق اسمه المهاتا محمد علي. نسبة الطلاق صار في ماليزيا 70%. تدرون الطلاق اللي 70% يعني مجتمع مدمر، هي مو بس انه رجل وامرأة يطلقون وانه مجتمع مدمر. لذلك اللي صار في وقف موضوع الزواج الرئيس، وقال لازم كل زوج وزوجة عندهم رخصة زواج. الرخصة الزواج يعني شنو؟ رخصة الزواج بمعنى انه الرجل يدخل دورة كيف تتعامل مع المرأة، والمرأة تدخل دورة كيف تتعاملين مع الرجل. شلون جازم السياقة؟ نفس الشيء، إذا عندهم رخصة من الزواج يزوجوهم، إذا ما عندهم هذه الرخصة اللي داخلين هذه الدورة التدريبية ما يزوجوهم أبدا. فنزل نسبة الطلاق من 70% إلى 17%، وهذه نسبة جدا ممتازة وجيدة. اليوم إحنا عموما اللي يتزوجون، هذه الثقافة الزوجية مع الأسف أقول ما موجودة. احنا مجتمعنا بالعراق مجتمع ذكوري، والرجل له الهيمنة والسيطرة، والرجولة هي ليست باليد وليس بالصراخ وليس بالهيمنة. المرأة هذه البنت اللي جاية اليوم في بيتك هي هذه أمانة، أمانة. اليوم هذه المرأة كانت بيت أبوها معززة مدللة، تعب عليها ليلا نهارا إلى أن جابوها وسلموها في بيدك. هذه أمانة، لازم تحافظ على هذه الأمانة. وهي المرأة أيضا، هذا الرجل أيضا كان في أسرة وفي عائلة، والآن يرتبط فيك. لا تنسين ترى هذا عنده أم، مو أنا أتملك زوجي وأنسي أمه وأبوه وإخوانه وخواته. إحنا اليوم عندنا مشاكل كثيرة في المجتمع، مشاكل قبل الزواج وبعد الزواج، راح أتكلم بهذه المشاكل بصورة صريحة وواضحة. أتمنى تتفهموني، حتى إذا عندكم قضايا خاصة أسئلة خاصة بعد انتهاء هذا الجمع المبارك نقدر حتى بصورة خاصة نتكلم في هذه المواضيع. إذن الزواج هو سعادة، هو خير، وحديث الإمام أمير المؤمنين عن السيدة فاطمة عليه السلام: إذا نظرت إلى فاطمة زالت عني الهموم والأحزان. فعلا الزوجة الصالحة هي الزوج اللي الرجل لما يشوفها قلبه ينفتح. كثير اليوم المتزوجين نسبة كبيرة مع الأسف من الزيجات اللي موجودة هي فاشلة، والسبب أنه الزوج مع احترامي للرجل ما يعرف كيف يتعامل مع المرأة، والمرأة مع احترامي لها ما تعرف شلون تتعامل مع الرجل. الأم يعني بدل كثير من الأمهات، أم الزوج وأم الزوجة كثير من الأوقات يخطئون في التعامل. بدل ما أنه اليوم صارت إشكالية بين الزوج والزوجة، بدل ما يجون يعالجون هذه المشكلة يزيدون الطين بلة. لذلك احنا اليوم إذا ندخل للحياة الزوجية والزوج يعرف مسؤولياته والزوجة تعرف مسؤولياتها، المشاكل طبيعية. يمكن أنت الآن ويا أخوك في بيت واحد ما تتفقون على بعض الآراء، فشلون أنت جاي من بيت من عائلة إلك بيئة معينة، عندك أسرة مخصصة، أنت في بيت وهي في بيت، فوجود الخلاف بالآراء شيء طبيعي. لا تتصورون أنت والله احنا زوجين في كل التفاصيل متفقين، لا، هذا مو دليل وهذا مو نجاح. إذا احنا اختلفنا الاختلاف شيء طبيعي. فراح أدخل مرحلة مرحلة: وخلقنا لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. الزواج سكن، يعني الرجل تعبان من عمله يطب البيت يرتاح. الآن في كثير من البيوت هذا الشيء ما موجود، الرجال يشرد من البيت. أنا ما أقول الصوت هو المرأة بس، الصوت هو المرأة والرجل اثنيناتهم. فإذن الزواج هو شيء جميل ورائع، وهو ليس للشباب حتى للكبار. مرة واحد والده متوفي، فأمها أمها مرة كبيرة، فيومية طلع لها فدعية بتقول له: يمه هاي كتفي دقايق يوجعني هنا، يمه شوية صبري كذا. يوديها للدكتور، الدكتور يقول ما بيها شيء. بعدين يقول: يمه هذا رأسي هذا يوجعني، وداها للدكتور همات ما بيها شيء. فبعدين الدكتور افتهم شنو القصة. هاي المرة واحد هي وما عندها رجل، فقال له: ابني هاي أمك زوجها يعني يمكن ترتاح من هاي الشغلة. فقال له: لا دكتور، أمك كبيرة بعد، هي وين الزواج؟ قالت لي: أمه أنت تفتهم ولا الدكتور يفتهم؟
فالزواج هو ضرورة ومستحيل إنسان يستغني عن الزواج. الزواج حقيقة سنة بشرية، سنة إلهية. الرجل بحاجة للمرأة والمرأة بحاجة إلى الرجل. اليوم راح نتكلم في بعض النقاط المهمة. السكن الحقيقي هو الآن. السكن يعني الرجل يجد في امرأته سكنا، والمرأة تجد السكن في زوجها. راح أذكر نقطة كثير مهمة، هي نقطة الغضب، العصبية. رجال، بعض الرجال نحسين، نحس يعني يمشي ويصيح، عنده مشكلة بالعمل، جاب المشكلة من العمل وقام يصيح بالبيت. طب للبيت يتصور صار عصبي، يعني عصبية هو صار رجولة. لا أخي، مو رجولة، العصبية مو رجولة. ترى أنا شايل راسي على المرأة والمرأة تمشي وراي، أنا رجال البيت. لا، أنت مو رجال البيت. الرجال قوامون على النساء. تدري يعني الرجال يعني شنو؟ يعني أن تكون أنت أيها الرجل في خدمة امرأتك. القوامة بالقرآن يعني هذا، أن يكون الرجل في خدمة المرأة. اليوم إحنا نعطي معنى جديد للزواج، واليوم نعطي المرأة مكانتها في المجتمع. ولازم تعرف المرأة هي إجت في بيت زوجها راح تكون سعيدة. تدرون نسبة كبيرة من البنات يخافون من الزواج، يخافون، تقول لك أنا بيت أهلي مدللة ومعززة بس خايفة من كلام الناس. ليش بتتزوجين وليش بتتزوجين وألا أنا بيت أهلي معززة؟ أول شيء عندنا مشكلة يسموها الغضب في التعامل بين الزوجين. الغضب مشكلة كبيرة. الغضب أنت كرجل بس تصير عصبي، قواعد السيطرة على انفعالاتك تنتهي. تتكلم بكلام بعدين تتندم عليه. مواقف بسيطة جدا، روح الآن للمحاكم، مواقف بسيطة جدا هي سبب الطلاق اللي قاعد يصير. العصبية، تعال اعمل كنترول على حياتك أنت. على أي أساس تصير عصبي أنت؟ أولا من حقك، أنا هذا بيتي وهذا أنا بكيفي. لا، مو بكيفك أنت. يعني مثلا أعرف بنت تزوجت، قبل ما تتزوج أيام الخطوبة أجى الرجال قال لها، هي في منطقة في بغداد مثلا، خلينا نقول بالسيدية، قال لها أنت من بغداد ما تطلعين. أول مرة قال لها من السيدية ما تطلعين، هذه أيام الخطوبة. يوم اللي تزوجت قال لها من البيت ما تطلعين. شنو، على أي أساس ما تطلعين من البيت؟ شنو أنت هذه خدامة عندك؟ شنو هذه مملوكة عندك؟ شنو أنت مشتريها بفلوسك؟ هذه بنت لها كيان، علاقتك معها 50-50. 50% من الحياة الزوجية إلك، 50% من الحياة الزوجية إلها. بالبيت إلك قرار وإلها قرار. ما تقدر تصادر رأيها، ما تقدر تتحكم بكيفي. هذا النظام بالعراق غلط. لازم تمشي على القرآن والرسول. الرسول يقول أنت سكن وهي سكن، نص القرار إلك نص القرار إلها. هسه راح أطفد مهارة للمرأة. هذه المهارة تخلي المرأة شوية تمتص غضب الرجل. الرجل أنت كمرأة شوية طيل حق. ليش شوية؟ لأنه هذه خطية طالع برا، وإحنا مجتمعنا كله أعصاب، يعني مجتمعنا كله مرض. تطلع برا أبو الكهرباء كهربائي يصيح، أبو الصحيات يصيح، أبو العربانة يصيح، أبو الفلافل ما يتعامل، أبو التاكسي عصبي. كل مجتمعنا صار متوتر. 15 سنة من سقوط الطاغية وما زلنا متوترين. هسه التوتر اقتصادي، مشاكل اقتصادية، مشاكل مربوطة ما لنا علاقة بأي شيء. عندك مشاكل أنت الرجل، وين؟ عندك مشاكل بالعمل. المشاكل عزيزي خليها بالشغل وتعال، لا تدخل مشاكلك اللي عندك بالعمل وتجيبه وياك للبيت. خلي أضرب مثال أوضح الصورة أكثر. هذا كان أستاذ بالمدرسة، جاب كوب، هذا الكوب شاله، خلى بي ماي، زين، الكوب هذا شوفوا، خلى بي ماي، قال للطلبة هذا الماي إيش قد وزن الكوب هذا؟ قال له إيش قد وزنه؟ واحد قال 50 غرام، واحد قال 100 غرام، واحد قال 200 غرام. قال لهم لا، مو هذا أقصد، أقصد شيء آخر. الآن أنت أكمش القلاص مد إيدك، إيش قد تقدر تكمش القلاص بهاي الطريقة؟ كم دقيقة؟ يعني الآن تكمش عادي صحيح؟
بعد دقيقة راح تقول ها شوية حسيت بالتعب شوية، بعد خمس دقائق أكثر. إذا كمشت بيدك ساعة بهاي الطريقة شو يصير بيك؟ راح يصير تتعب تعب كبير. إذا صار أنت كمشت الجلاس هذه مدة 10 ساعات راح يودوك للمستشفى. ليش؟ لأن استمرارية حمل هذا الجلاس هو خفيف، ولكن لأنه 10 ساعات ظل وياك الجلاس شنو صار؟ صار ثقيل. مشكلتكم اليوم في داخل البيت وفي داخل العمل، عندك مشاكل بالبيت خليها في داخل البيت. إذا أنت موظفة عندك مشاكل بالدوام ما تجيبيها للبيت، ممنوع، خليها بالدوام. تعالي ترى زوجك هو 100 مشكلة عنده، تجيبين مشاكل الدوام وتحشي له ممنوع. أنت تدرسين بالجامعة ممنوع تجيب مشاكل الجامعة. صديقاتك عندهن مشاكل إلهن مشاكلهم. لما أجي للبيت إذا مشاكلي أنا ببيتي شايلها وياي، أجي أحشي زوجي هاي المشكلة هاي المشكلة هاي المشكلة، رحت بيت أمي حكيت لها، رحت بيت أهل زوجي حكيت لهم، قعدت ويا صديقاتي حكيت وياهم، شي يصير؟ حياتي تنهدم. مشاكل تهدم الإنسان. رسول الله يقول الهم، هذا هم بعد غم، هم يسبب لي كآبة، يسبب لي قلق، وهذا شي يسبب حياتي يهدمها. عندكم مشكلة بالشغل، أنت عندك تشتغل مو؟ لا تجيب المشكلة للبيت، خليها بالشغل، ولما تعجب البيت قالوا بأخلاقي يا بشنو صار عندي مشكلة بالشغل. مشكلتك بالشغل خليها، هذه المرة شو عليها؟ المرة شو عليها؟ صح ولا مو صحيح؟ والمرأة نفس الشيء، يوم اللي يصير عندك مشكلة أنت مع أي مكان تدرسين تعملين مع أهلش مع أي واحد، لا تدخلين الرجل في كل تفاصيل هذه المشكلة، ماكو داعي، ماكو داعي. اليوم مشاكلنا نمشي بيها ونحشي بيها، هذا راح يسوي لنا مشكلة كبيرة. فإذا مشاكلنا لازم احنا نعالجها. انت كرجل تعبت بالعمل، عندك مشاكل مع الموظفين، انت موظف، انت تعمل، الدنيا يوم خسارة يوم ربح، يوم اللي يصير عندك مشكلة هذه المشكلة لا تجيبها وتتنقل بيها من مكان لمكان. فإذا هذه اول نقطة، مشاكلكم حصروها مكان واحد. اقدر ولا ما اقدر اسألك سؤال؟ تقدر مشاكلك ما تطلعها ما تجيبها للبيت؟ فإذا نقدر جميعا نسيطر على نفسنا. هيك هي تجي تقول لها اقول لك شكو ما كل يوم، لا الحمد لله كل شيء بخير، لا شو اليوم ما سالفت شيء، انت لا تدورين بعد مشاكل، خلوا حياتكم، لا تدخلون مشاكل وقضايا خارجيه دخلها في حياتي الزوجيه ويسوي نفسي مشكله. فاذا اول شيء عنوان راح اعطي فد مهاره للمراه، وهسه الرجل ما تسمعني ما يخالف اسمعوا هذه المهاره واستفادوا من عندها. امراه راحت افترت على مجموعة من النساء، رادت تدور وتلقي امرأة سعيدة، كل مرة تروح لها بالزوجة تقول عندي مشاكل، هاي المرأة عندي مشاكل، هذيك المرأة عندي مشاكل. زين شلون نعالج هاي القضية؟ شلون نعالج المشكلة؟ راحت شافت امرأة قالت أنا سعيدة. أنت سعيدة؟ قالت نعم، أول امرأة تقول بحياتي الزوجية أنا سعيدة. شلون انت سعيده؟ قالت والله سعيده. زين شنو السبب؟ شو مسويه؟ قالت انا عمري 70 سنه وخمسين سنه متزوجه واعتبر نفسي اسعد امراه. يا بنتي شو مسويه ليش؟ قالت كلش سهل، زوجي يجي للبيت يصير عصبي، سمعوا زين، يصير عصبي، انا لما اجي اريد الاكل هيجي، ليش هذا ملح ما بي؟ ليش هاي الاكله مسويتها؟ ليش اليوم حاشي ويا أمي؟ أختي ليش مزعلتها؟ ليش فلان شغلة صايرة؟ هاي الشغلة ليش أنت قاعدة مسويتها؟ مشكلة، أو هو جايب مشكلة برا وده يصيح بيها. تقول يجي زوجي يتعارك ويصيح أنا أسمع له. فدمرة باوعة هيتشي يعني مو عاجبني الوضع، لا، فدمرة هو ده يحكي أدير ظهري عليه وروح هم ما أسويها، لا أوقف أسمع له، كلم يصيح يصيح، هذا مهم، انت على حق وهو على باطل، لا تحكين ولا كلمه. هذه مهاره، هذا من الان اليوم طبقوه في حياتكم. اي وقت زوجك صار عصبي وقام يصيح سكتي، هو بده يسمعنا، اسكتي، صيح 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 سمعي. خلص؟ قل له خلصت، قل لي خلصت، مع السلامه، وروح المطبخ فد نص ساعه، فد ساعه خلي روق
شوي يهدأ، سوي له عصير فريش، مو هذا العصير، عصير فريش سوي له في الشيء اللي هو يحبه، بعد نص ساعة ساعة جيبيه قدميه قدامه. بس قالت كل مرة زوجي كان يعصب وكان يغضب كنت أسوي هذه الشغلة، زوجي بعدين أشوفه جاي يضحك ويسولف وحياتنا انتهت. بس لا تجاوبي كل المشاكل الزوجية، ليش؟ هو يتكلم هي ترد عليه تقول مو هو قاعد يغلط علي، قاعد يغلط على أمي، صحيح يغلط على أمي على أبوي على أهلي، وهو باطل، نعم كله صحيح، مع كل ذلك أسكتي تنتهي المشكلة. بس لما الواحد يتكلم وهي ردت عليه راح المشكلة ما راحت تنتهي أبدا، فأنت صيري أعقل من عنده شوية، أنت هاي العاطفة اللي الله مطيش هذه النعمة صيري أقوى من عنده، اتحكمي في شخصيته، اتحكمي عليه أنه لا تردي على عصبيته أبدا. هذه نقطة. فإذا عرفنا نقطة مهمة، إذا أنت صرت عصبي زوجتك تسمع وما تجاوب، هاي نقطة كلش مهمة. فإذا أهم نقطة في العلاقات الزوجية أنه إذا كنت على حق وصار غضب وصارت عركة أنا ما أجاوب أبدا. واضح؟ هذا سمعتيها؟ هذه مو بس إليك، علمي كل إنسانة في أيام الخطوبة وكل إنسانة متزوجة علموها هذه المهارة، كونوا على ثقة، العصبية للرجل راح تهدأ وراح يكون البيت بخير، ولا تزعلين تروحين بيت أهلك ولا أصير أي مشكلة. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، مشاكل البيت بينك وبين زوجك ممنوع أحد يعرف بيهن، ممنوع. أمك يمه شلونك؟ الحمد لله. يمه شلونه زوجك؟ كلش زين أمه، يعني أخلاقه زينة؟ تخبل أخلاقه يمه، يعني يمه ماكو مشكلة؟ مهم أمهاتنا هم يدورن. أختش أقولش ماكو شيء؟ لا. يعني أقولش ما يصير عصبي؟ الحمد لله. يعني ماكو مشكلة؟ يا بس شو تريدون من عندنا أنتو؟ الناس مو مشكلة. الناس يمكن هي أمي الله يحفظها، أختي الله يحفظها، بتعمي، صديقتي. انتبهي، مشاكل البيت ممنوع تطلعيها لأي إنسان، حتى إذا أمك، حتى إذا أختك، حتى إذا صديقتك، ممنوع. هذا سر، سر. الناس فضوليين، الناس فضوليين، هم يدورون على المشاكل وهم ينفخون. تدرون الآن كثير من المشاكل رأى صديقتها محركتها، مثلا يشوف المرأة والزوج عايشين حياة حلوة، راحت قراية بيت مكان، راحت عريس، راحت كذا، عمي انت شو مسوي لي؟ تعال شوف فلانة، شوف رجلها مشتري لها بدلة، يوم يوم اخذ لها بدلة، يوم يوم وديها سفرة، يوم يوم طلعها طلعة، يا بت شنو هالحياة الفقر اللي معيشني؟ هي هاي حياة؟ كل واحد وحياته. هذا الرجل يوم اللي اخذتيه هذه حياته، كنت تسألين عليه، ما قال لك انا املك مليارات، هذه امكانيتي، هذه حدودي. بعدين تصورين يعني يومية بدلة، يومية ذهب، ويومية طلعة، تصورون هاي السعادة؟ والله مو هاي السعادة، غلطانين. لا تتصورون ترى الفلوس تجيب سعادة، لا تتصورون ترى المنصب، يمكن إنسان شغله عادي ولكن لقمة حلال يجيبها للبيت هي هاي السعادة. فإذا أجي أنقنق عليه وأجي أدردم عليه، مشكلتكم داخل البيت هذه ترشيه خليها بإذانك، ممنوع تحكي هذه المشكلة لأمك، أقرب الناس من أمك ممنوع، ولا أختك ولا صديقتك ولا أي إنسان. وأنت الرجال صير رجال بمعنى الكلمة، ماكو داعي تروح تحكي لأمك يما مرتي هيجي، بعد هذا عرضك، هذا ناموسك، هذا يعني إذا قلت لأمك المشكلة أمك راح تحلها؟ ما راح تحلها. ها يمك يما شلونها مرتك؟ يما تخبل والله، ولو أمي أنت تاج راسي طيع كلام حلو شوية قشمرها للأم، الأم تخاف المرة تاخذك منها، أمك تخاف عليك تقول لك أنا كبرته وربيته، وبعض النسوان ما يعرفون يتعاملن، هي هاي مرة كبرته، هي حملتها 9 أشهر، خو أنت تجين حاضر محضر تاخذيه وطلعين بيض، خو ما يصير، ها من حق المرأة. أنت الرجل تقدر تلعبها صح، زوجتك تعطيها لك. هاي نقطة ثالثة، خلنا نخلص من هاي النقطة. فإذا أسرار البيت ممنوع، ما تطلعون أسرار البيت لأي إنسان. عندش مشكلة، مشكلتك حليها مع زوجك في داخل البيت، برا البيت ترى يحرقون البيت ويسولوش مشاكل أكثر، وبعض النساء يخلوش تجرئين أكثر، يعني يصير عندك جرأة
تتجرئين على هذه وعلى ذيك ومشاكل مستمرة. ترى أكو ناس تخصص تخريب بيوت، أكو ناس تستورين والله هاي تحبني وتريد خاطرني بس تحرق بيتك هذه وتسوليش مشاكل. انتبهي، مشاكل بيتك لا تحكيها لأي إنسان، لا تخلين أمك تتدخل، أمك لا تسمحين إلها، وأنت أيضا الرجل حياتك سر رجل وأخذ هذه المسؤولية. ممنوع أختك وأمك يعرفون لا سمح الله مشكلة خلاف بينك وبين زوجتك، أنتوا حلوا مشكلتكم بيناتكم كلش كلش، روحوا يم إنسان خبير اثنيناتكم بدون ما واحد يعرف يا بعدنا هذه المشكلة شلون عالجها، شلون أحلى هذه المشكلة. فإذا مشاكلنا في داخل البيت ومنطلعها خارج البيت أبدا. نقطة ثالثة، أمك احترام إلها وأمك الاحترام. عندنا مشكلة الآن الأمهات يروحن يخطبن وزوجن أبنائهم وبعدين الأماية تغار من هاي البنية، ما تتحمل الأماية، ما تتحمل أنه هذا الزوج مثلا. أنت لما تتزوج تروح ترجع لأمك، يمه أنت تاج راسي، يمه أنت عمود البيت، وفعلا يمه أنت الخيمة، يمه أنت الخير والبركة، أطيها كلام حلو. وزوجتي اليوم كنت يمها قالت أمي أمك هاي شلون أم ما شاء الله، هذا لما أبوها عبالك. حتى إذا زوجتك ما قايلة هذا الكلام روح قل لأمك كلام، حتى إذا زوجتك ما مادحة جيب الكلام من أمك كلام حلو عن زوجتك، وودي من زوجتك إلى أمك كلام حلو، قرب بيناتهم، قرب بيناتهم. أنت لازم تعرفين أنت زوجة، أنت إليش حق، وأيضا أمه إلى حق. مو يوم اللي أنا أتزوج أجيب زوجتي أخليها خدامة لأمي، لا مو خدامة لأمك. إذا أنتوا في بيت واحد أنت إلك حقوق، زوجتك إلها حقوق وأمك إلها حقوق، لازم تكون وسط. أمك تحترمها وما تبيع أمك ببلاش، ولا أنه أقلل من شأن زوجتي وأقول يابا يلا أمي اللي تقولها امشي بي. فلازم أنت تسوي معادلة بين زوجتك، ولازم تسوي معادلة مثل الوقت ويا منو ويا أمك. أمك تعطيها حقها، هذا مهم جدا، أن أمي أنا أعطيها مكانتها، أعطيها احترامها، بالنتيجة بر والديك ولو كان كافرين. يمكن أمك تهينك، يمكن أمك بالنتيجة إذا أنتوا ببيت واحد، طبعا إذا كان بيت واحد شوية يمكن مشاكل أكثر، يمكن إذا بيت واحد عيشون مشاكل أكثر، ولكن إذا بيت منفصل لا تنسى أمك، مر عليها خابرها هاي أمك شو تريدين، يعني محبتك وحنانك لأمك بعد الزواج خليه أكثر. حتى أمك لا تقول إن هذا الولد أخذته من عندي، وأنت البنية أنت الزوجة لازم ما تغارين من أمه. يعني إذا راح وقع على إيد أمه قبل إيد أمه، راح قبل أخته وما تغارين من أخته بعد، مو تغارين من أمه، هذول من لحمة ودمه. وأنت أيضا أكو ضوابط موجودة، أنه لازم أمي إذا قدرت، هذه حماتك وأنت حماتك، إذا قدرتوا بعقل تديرونهم. ترى مرة كبيرة هذه أم الزوج، مرة كبيرة، مرة تعبانة، كل سنة تعبانات، أنت بنت شابة تقدرين بعقلك بسياستك بالكلمة الحلوة بالتعامل الطيب تقدرين هذه الأم تسويها مثل أمك، وفعلا مثل أمك هي. هسه قلت لك كلمة نابية ما يخالف، صيحت عليك ما يخالف، قالت ليش انت هواية ما اصلا كلها نايمة وما تشتغلين، ما يخالف تحمليها لا تجاوبيها. مثل ما قلنا الام اذا تكلمت كلام قاسي وجارح لا تجاوبيها ابدا، هذا حماتي، هذه بالنتيجة بمقدار ما تريدين زوجك تقول له اما اني واما امك، غلط هذا. انت فد مرة كبيرة ما تعرفين تديريها، لا تتوقع اما تقولي هاي مرة كبيرة هي لازم تفتهم، هذه مرة شايفة مشاكل متاعب أعصابها تعبانة تلفانة، فأنت لازم تساعدين هذه المرأة، لازم توقفين ويا هذه المرأة. تقدرين أنت بالتعقل شوية قعدي فكري، وقلت مرة ثانية أقول أمورك لا تخبرين أهلك بيها، حتى إذا حماتك مرت عمك أم زوجك إذا أخطأت بحقك لا تقولين لأمك، انتبهي حياتك الخاصة هذه، لأنه بس تقولين لأمك ها يوم شلون سكتي لها، جاوبيها لا تطيها عين، ترى هاي تاكلك هسه هاي هيك هيك من عدها زين قبت. وإذا شافوا بعض إذا ما شال التليفون
وإذا ما قامت إجت حياتهم تحترق. هذا لأنه ببساطة لسوء تصرف من الزوجة. هذه أكثر المشاكل تقدر المرأة اليوم بالبيت تخمدها بعقلها، كلمة حلوة بالمدارات بالكلمة الطيبة تقدرين تسيطرين على حماتك تكسبيها. بعدين عنده أخت، لا تخلين الأخت ضرة مالتك، لا تخافين من عدها، صري صديقة وياها، صري قريبة وياها، دخلي للبيت كسبي البيت كله. هذه تقدر المرأة اليوم إذا طبيت إلى بيت أهل زوجتي سوى علاقة وياهم، أهل زوجتهم نفس الشيء. تدري أنت اليوم أم زوجتك اللي هي حماتك، تدري أنت مقرب إلها أكثر من ابنها. إيش قد ما تداري بيتها، وإيش قد ما تهتم ببيتها، وإيش قد ما تدللها، هي راح تحبك أكثر، تشوفك أنت مدلل بيتها، لأن هذا كل همها أنه بيتها تكون سعيدة، وهذه السعادة عنوان لهذه السعادة. فإذن هذه النقطة الثالثة، أنت كعروسة هذا البيت، كجنة هذا البيت، لازم تحاولين تكسبين الأم، أم الرجل وأم زوجي تكسبيها. وأقول لك إذا أخطأت وياك وتصرفت تصرف غير صحيح وذبت لك قنابل، لأن ذبن هن هاي الحموات يذبن قنابل شوية، يعني شو تشوف مثلا؟ تشوف بيتها مو سعيدة ويا زوجها، فشلون هذا ابني مرته سعيدة وياه؟ حساسية تسوي ما تتحمل، يعني أم تتأذى ما تعرف شلون تعبر، ما تدري أنه ذيك المشكلة اللي بيناتهم لازم يعالجوها، مو أجي خرب بيت ثاني. فتصير أخطاء، تصير أخطاء في التعامل بين الزوجين. هذه نقطة مهمة جدا، أنه ترى هذا الموضوع هو ترى موضوع مفصل ويحتاج لتفكير زين ويريد لمراجعة جيدة. وأنت الزوج أيضا نفس الشيء، بالعصبية لا تعالج المشكلة، هذه حماتك لازم أنت تكسبها بصورة جيدة. إيش قد ما تداري زوجتك إيش قد ما هي تفرح، وأنت يمات نفس الشيء، أنت لازم تهتمين بزوجك وتخلين هذه المحبة بيناتكم محبة بيناتكم محبة قوية. هذا موضوع أم الزوج وأم الزوجة داروهم بصورة جيدة. يعني مثلا فد يوم أروح أودي هدية لأم زوجتي، أنت توديها، وفد يوم تودين أنت هدية إلى أم زوجك. هذه الهدايا رسول الله صلى الله عليه وآله يقول تهادوا تحابوا، تجيب محبة بيناتكم وتجيب ألفة بيناتكم. وهذا اللي نريده احنا اليوم، احنا هذا اللي نريده، انه المحبة بين البيوت تصير مركزة وتصير جيدة. هذه النقطة الثالثة. النقطة الرابعة، لازم تعرف شنو حقوقك انت، انت كرجل شنو حقوقك وشنو حقوق المرأة عليك. أولا أنت كرجل حق الفراش، المرأة لا تتمكن أن تمتنع من زوجها أبدا إلا إذا كان عذرا إلهيا. في بقية الأمور المرأة لا تمتنع من الزوج أبدا، لأنها إذا امتنعت هي راح تخسر. الرجل حتى إذا المرأة ما عندها تهيؤ ما عندها استقبال، لازم تهيئ نفسها إلى الرجل دائما، حتى الرجل راسه وفكره لا يلعب منه ومنه. لازم البيت انت كزوجة تعطيه حق بصورة كامل. هذا واحد. الحق الثاني، هذا الحق الاول للرجل، والحق الثاني شنو هو؟ هو عدم الخروج. يعني انت اذا تريد تطلعين بمكان، المفروض تقولي له يابا انا اريد اطلع فلان مكان، اريد اطلع فلان مكان، تستأذيني من عنده. اذا هو اعطاش اذن عام، قال لك انا ادري بيك، مثلا رايحة بيت امك، رايحة بيت اختك، رايحة للزيارة مثلا، مطيش إذن عام بعد ما يريد في كل صغيرة وكبيرة ترجع إليه. بعض الأزواج لا، يقول وين ما تريد تطلعين قولي لي عادي، وين ما أي مكان انتبهي وحذري. وقلت لك اسمعي كلامه، يقول لك لأن رسول الله يقول صلى الله عليه وآله إذا خرجت المرأة بدون إذن زوجها من دون علمه لعنتها ملائكة السماء والأرض إلى أن تعود إلى الدار. إيش قد ملائكة أكو بالسماء بالأرض تلعنها. فلا تطلعين بدون شورة، لا تطلعين بدون شورة، خلي يكون استئذان من الزوج في خروج من الدار، استأذني. هذا حق للزوج. طبعا بالمقابل أنت ما تقدر تمنعها من بيت أهلها،
صلة الرحم واجبة، صلة الرحم واجبة. كثير من الأزواج عندنا هنا يمنعها من ذهاب بيت أهلها، ليش؟ على أي أساس تمنعها؟ شلون تمنعها؟ أنت ضمير ما عندك؟ ولك أنت عاطفة ما عندك؟ وجدان ما عندك؟ مو هذه أمها، هذه أهلها، كبروها ربوها أعطوك إياها، الآن تمنع عن بيت أهلها ليش؟ شنو هذا الجهل؟ هذا الإنسان الجاهل عديم المسؤولية اللي ما يعرف مسؤوليته، ما يتحمل المسؤولية، يمنعها من الذهاب إلى بيت أهلها على أي أساس؟ شنو أنت دافع المهر جقيد؟ دافع 100 مليون دولار؟ إيش قد تأخذ؟ دافع لك فلسة ثلاثة البنية هاي صار الآن زوجتك، تيجي الآن تمنعها من بيت أهلها؟ على أي أساس تمنع بيت أهلها؟ أرد أروح بيت أهلي؟ لا، كل كم شهر يوم. شلون هذا كل كم شهر؟ بالعكس أسبوعيا روحوا إذا بيتهم قريب، طبعا إذا محافظة ثانية أو مسافات بعيدة أو عندك عمل. هذا التزاور هو صلة رحم، يزيد في الرزق، يزيد في المال، يجعل بيناتهم خيرات وبركات. فلا تمنع من بيت أهلها، انتبه. نعم أكو بيوت تسوي مشاكل، يعني مثلا أختها كل ما تروح عندها تقرب رأسها، هذه مو تقطعها، قللها، انتبه، بدل ما تقعد هناك 4 ساعات روح وياها قعدوا 10 دقائق حتى ليس قطع صلة رحم، بس يكفي هذا الشيء. ولكن لا تقطعها عن بيت أهلها، ذول أهلها لهم حق بيها، زوجتها مو يعني بعد ما توديها بيت أهلها فد مرة تقول لك لا أنا هنا مرتاح أخو الحمد لله، إذا تقول لك لا أنا خليني يمك مرتاحة، أنت تقول له لازم هذا بيت أهلش لازم تروحين. وإذا ما راح عند أمه، أنت الزوجة لازم تقولي لا روحي بيت أهلك، هاي أمك لازم تزورها، مو لما يروح ها ش عندك رايح كل يوم بيت أهلك، يريد يساعد أمه أنت شو عليك خليه يساعد أمه، يريد يساعد أخته أنت شو عليك خليه يساعد أخته، الله متفضل عليه ويقدر يساعدهم، وأخته تحتاج لا تدخلين هذا الموضوع، يعني موضوع مصاريفه لا تدخلين بيها، لا تتدخلين تسوي المشاكل. يعني بعض الزوجات هن يختلق المشاكل، هذا الرجل أمه تحتاج، هسه هو المفروض ما يقول لك أنا أعطي الأمي، وحتى إذا قال لك يعني وأمي يرد أساعدها لا شك تطيهم، على شن تطيهم؟ أنا وجهالي أحق، من قال لك أنت وجهالك؟ رجال ما مقصر وياك، خلي طي الأمة، بعدين أخته تحتاج راجع ساعد أخته يساعد أخوه، وليش هالغيرة الزايدة؟ على شنو هالغيرة الزايدة؟ يعني أمور تافهة ندخل نفسنا بيها ونسوينا شنو؟ مشاكل على الفاضي. فإذا أنت الرجل من حق المرأة توديها بيت أهلها، حق العقل والإنصاف والوجدان، وخليها قاعدة ببيتك هي راضية، صدق وديها بيت أهلها، بعد هي تقول لك يلا بسرعة خلنا نروح البيت، هي تقول لك خلنا نروح البيت، لا تخليها متعطشة إلى أهلها، وديها خلي يشوفوها، وانت ايضا روح بيت اهلك، واذا شفتيه ما راح قولي له امشي انا وياكل يوم، روح يوم خالتي، نروح عليهم ونمر عليهم، هذا التواصل كلش مهم، هذه العلاقه كلش مهم. نقطه خامسه، الموبايل وما ادراك ما الموبايل. هسه واحده تسال تقول اني اقدر يكون عندي موقع على الفيس او على الانستغرام على مواقع التواصل؟ أنت كرجل تثق بزوجتك أو لا؟ إذا لا تثق ليش تزوجتها؟ إذا تثق بها المفروض تسمح لها، بس هي هذه المواقع ممكن أن تكون مغلقة، ممكن أن تكون مغلقة، راح هي تدخل تراقبك إلك، تشوفك وين تعمل لايك وين تعمل تعليق، ويومية مشكلة، يومية هاي ليش معلق لها وهاي ليش مسوي لها لايك، هذا ليش داخل عليها، هذا وجع راس. أكو بعض الزوجات هن يدورن وجع راس، هن يدورن مشاكل، يومية مراقبة للرجال، شنو هالرقابة يابا؟ هو ماكو شيء، شنو هالرقابة؟ شنو أنت عزرائيل فوق راسه واقفة؟ كل صغيرة وكل كبيرة، ترى هذا يهدم حياتكم، ماكو داعي. طبعا أنا في تصوري، تصوري الخاص، من حق المرأة تكون في كل مكان موجودة، ولكن إذا تشوفي الانستغرام ما بيفايدة إلك، شنو الداعي؟ ماكو داعي يكون عندي صفحة بالفيس، أنا أشوف ماكو ضرورة، وجع راسي أكثر أشيله، إذا بي وجع راس،
إذا يسبب مشاكل بين الزوجين، تصير مشكلة بيني وبين زوجي على مود الفيس، على مود هاي المواقع، ماكو داعي. يعني أنا أضحي بزواجي على مود فيس، أحرقه وأحرق أمه وأبوي الفيس، على شنو؟ حياتي، زوجي، بيتي أحرقه، أسوي مشاكل على مود قضايا تافهة، ليش؟ ما يستدعي هذا الشيء. هاي نقطة مهمة. بعدين الزوج أيضا أتابعه، سؤال، أقدر أخذ تليفون زوجي وأفتحه؟ أقدر؟ هذه حرية شخصية، لا يسمح لك. أنت ما تقدر تفتحين تليفون زوجك، ولا أنت تقدر تفتح تليفونها. أنت مالك حق وهي مالك حق، إلا بإذن بيناتكم. تقول أكو ثقة بيناتنا، أكو ثقة بيناتكم، لا تخلي باسورد بدون رقم سر، يلا خلوا بيناتكم وصير واضح. ليش تخاف أنت؟ خايف من شيء؟ من شنو خايف؟ أنت مو تقول ما عندي شيء؟ ما تقول ما عندي شيء، ما عندي أي شيء؟ خلي تليفونك مفتوح وهذا هو. أنت بالعمل، وحدة لا تطي حتى بالعمل، لا تطي تليفونك وحدة بالعمل، ولا يابا ترى أنا عندي زوجة وزوجتي تغار، لا تدقين علي، لا تطيها رقم تليفونك. تليفونك بالعمل فتحه بالعمل، تليفون البيت خلي خصوصية البيت بي، ماكو داعي. لا تفتح لك مشكلة. هذه وحدة خاور مثلا، تليفون دق، مو اكو ثقة بيناتكم، زوجتك شافت التليفون، الو، يا ديش قالت الو، بس مع صوت زوجتك طبقتها. اقول ايش منو هذا؟ اقول لك منو هذا؟ من هاي؟ والله ما ادري. شلون ما تدري؟ ها من وين رقم تليفونك؟ عمي والله ما ادري. لا عاد ما تعرفه هاي. عمي والله والعباس ما اعرف من هي. واسوي لي مشاكل النفس. اكو ناس ما عندهم ضمير، ما عندهم وجدان. وحده فعلا رجال ما عنده شيء، وحده تدق على الرقم بالغلط، انت لا تقضين عليه، لا تشكين بيه، لان الشك اذا دخل بيناتكم يهدم حياتكم. الشك اذا دخل بالحياه الزوجيه يهدم الحياه الزوجيه، ما يبقى بها اي شيء. دق تليفون الساعه 12 بالليل، الو، ماكو جواب، الو، ماكو جواب، انت جاوبتي، ما جاوبت. بعدين هو يجاوب، تقول الو، ها من هاي؟ ما ادري منو هاي، انا ما ادري بيها منو. ملتفت؟ اكو ناس يخربون بيوتكم، كونوا حذرين. تليفون راحت للبيت، تليفون الخاص هذا، ماكو داعي تطي لامراه حتى موظفه بالدوام. موظفه الدوام تروح للدوام هناك تتواصل وياها، عندك شيء هناك. بعد ورا الدوام واتسابك، الفايبر، سوي لي لايك واعمل لايك وتعال، ماكو داعي. مو احنا نجيب مشاكل لنفسنا؟ شكو الداعي؟ شكو الداعي تواصل مع بنات بعد الدوام؟ مو هذا يسوي لك مشكلة. المرأة عندها غيرة وتدخل هذه الغيرة في حياتك، سوي لك مشكلة. فإذا ما يحق للزوج يدخل على موبايل الزوجة، ولا الزوجة تدخل على موبايل الزوج. نعم إذا أكو ثقة بيناتهم عادي، تقول يا بنت تدخل على موبايلي وأدخل على موبايلك، عادي. بس هذا التحقيق، اسمعي زين، هذا كلام إليك، التحقيق هذا بطلي من عنده. وليش تشكين بالرجال؟ ها أقول لك وين أنت؟ سك واحد مرته يقول له وين؟ يقول له والله بالدوام. يقول له عاد افتح لي كاميرا بالله خلي أشوف. يقول افتح الكاميرا، يقول فرة فرة فرة، يقول فرة، يقول بعد شوية فرة من هنا فرة. أقول لك روح طب هناك شو شنك شغلاي. هذا ما يصير. إذا ماكو ثقة بين الزوج والزوجة مستحيل حياتهم تقدر تستمر. وهذه عدم الثقة لقضايا بسيطة جدا، ترى جدا بسيطة. مثلا أنا دا أحكي بالتليفون، دا أحكي ويا أختي، أجي زوجي فدر سويتها في التليفون، أنا مو هالحركة سويتها؟ يقول منو؟ يقول أختي. يقول لا كذابة، مو أختي، عمي والله أختي. تبدأ المشاكل. أنا فاتح صفحة دا أكتب، أجي زوجي سدت الصفحة، شك هذا يجيب؟ يجيب شك ولا ما يجيب شك؟ يشك الرجال، يشك تجيبين لنفسك هذا الشك، والرجل نفس الشيء. يقول ما عندي شيء، أنا دا أكتب، أنا دا أكتب، خليها توقف تبوع وياك، ولكن أنا دا أكتب. بس هي أجت سديت الصفحة، هو أكو شيء. حتى إذا ماكو شيء الناس يقولون أكو شيء. أنت إذا جبت الشك في حياتك الزوجية، حياتك جحيم راح تصير. الشك من الطرفين. المرأة، رسول الله ماذا يقول صلى الله عليه وآله؟
رحم الله امرأة جب الغيبة عن نفسه. امرأة وقت الغداء صار عابدة بني إسرائيل، تقعد ساعة تقرأ أدعية، وهذا الرجال مسكين الله جاي محروق أبو أسلافه، قاعدة الأخت قاعدة تقرأ أدعية. عمي خدمة الزوج أهم من الدعاء، قومي اخدمي هذا الزوج مسكين الله جاي تعبان، استقبليه، روحي رتبي نفسك، مو أول أسبوع ثاني أسبوع أول شهر أتعطر وترتب زين، وبعدين أستقبله بالكفشة وبالريحة البصل والطماطة، هذا ما يصير. دائما اعملوا أكشن، حافظوا على حياتكم، دائما كوني جميلة إلى زوجك، دائما تعطري أجمل الملابس، مو يوم اللي أروح للعرس أتكشخ وهذا مسكين الله قاعد هنا لابسة دشداشة ومنا ما أدري مفتوقة ومنا معقشة وجسمي كله ريحة بصل بي، مو يوم اللي أروح للعرس أتكشخ وترتب، هذا مسكين الله ما عنده يعني صدق. نساء يتكشخن وترتبن يوم يطلع عن حفلة وزين وبالبيت يلا بعد داعي. لذلك شوف بعد شهر شهرين تبرد الحياة شوية شوية، برود بس يصير برود بالعلاقة بين الزوجين تصير الحياة ما لها طعم. بعدين عندش موبايل، اجى زوجك ممنوع استعمال الموبايل، اسمعيني ممنوع، واتساب ممنوع، فايبر ممنوع، دخلين ممنوع، اجى الزوج اقول لك جيبي لي ماي هسه 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 خل هاي كتبت هاي، اقول لك وينك هسه هاي هسه هسه، طابه بالمطبخ تليفونها وياها وقاعده وعلى سرير النوم، ما يصير هذا يا عيني ما يصير، ترى ماكو داعي. انتوا تخلون بعض الاوقات المراه تنرفز الرجل، الرجل لما يجي تليفونك يغلقيه سكري، مو الواي فاي سكري التليفون، خلي وقتش لهذا الزوج، كوني مع زوجك اهتمي بي، ترى الحب مو احبك وحبيبي واموت عليك وعمري وحياتي، هاي يوم تقول احبك عمري حبيبي وحياتي خلص. وحتى الزوج ترى رسول الله قال قول الرجل لامرأته اني احبك لا يذهب من قلبها ابدا، قل يا بس انا قبل اسبوع قلت لها احبك، لا يوميه ريوق غدا عشاء عصريه نص الليل دائما حبيبتي احبك اموت عليك. عم نسوان العالم ظفرش ما يوصلن، هي تدري أموات أنت يعني كلامك يمكن مو صحيح، تحب الكلام الحلو يا أخي، لا تصير قاسي، لا تصير زنخ، لا تصير واحد ما عنده ذوق، لا تصير عديم الأخلاق. أنت ما أخذ كيان، رسول الله يقول المرأة ريحانة، يمكن بعض الرجال ما يعجبون الحكي هذا بس ما يخالف، هذا سعادتكم، سويت سويت ما سويت الله يعين مرتك. المرأة تحب كلام حلو، حبيبتي عمري حياتي أمريني خدمتك شو تريدين، طيها كلام حلو، طيه اهتمام. الحياة الزوجية اهتمام، خل أقول مثال واختم، شنو يعني اهتمام؟ يعني تقولها بس أحبش وحبيبتي هذا زين، بس المرأة تقول لك الاهتمام أهم من كلمات الحب، أهم من كلمات الغرام. هذه القضية ستيفن أركوفي واحد من أكبر علماء التنمية البشرية في أمريكا كاتب كتاب، هو في كتابه يقول كنت أعطي دورة، إجاني واحد قال لي أنا واصل لحافة الانهيار، أنا وزوجتي عندنا 3 أولاد، أنا واصل لقناعة أن لازم أطلق وهي واصل لقناعة لازم تطلق، قناعة أنا وهي واصلين هذه القناعة، صار كراهية بيناتنا ومنتهي الموضوع هذا، فتقدر على حافة الانهيار تنقذ بيتنا الزوجي؟ قال له إيه نعم. قال له شنو الحل؟ قال أحبها، حبها. يقول قال لي أنا أقول لك ما أحبها، تقول لي أحبها؟ قال له إيه حبها، ما أحبها أنا قوة هي ما أقدر أحبها، ما أكرهتها أصلا ما أريد. يقول قال لي أحبها مو بس مشاعر، مو بس يقول حبيبتي وأحبك، لا هذا ما يكفي، لا فعل، فعل. شنو الفعل؟ اسمعوا جيدا. قال راحت للبيت، اسمعوا شباب ترى هذا ما يقلل من شأنك، علي بن أبي طالب أكو أعظم من عند رجل بالكون غير الرسول؟ ها علي بن أبي طالب يروح للبيت يكنس البيت ويا الزهراء، يكنس، هذا ما يأثر على رجوليتك وهذا ما يقلل من شأنك. إذا راحت للبيت شفتها تغسل المواعين توقف يمها تغسل المواعين تساعدها،
تكنس وياها بالبيت، ساعدها بالطبخ، ما يقلل من رجوليتك. طبعا المره ما تلازم مو شوف الرجال مثلا قام يغسل وقام يكنس يشيل الشغل كله الذبه عليه مسكين الله، هو ده يساعدها حتى تشعر بالشراكه بيناتهم. على كل حال قال لما تروح البيت تشوفها اذا تغسل المواعين روح يمها واغسل المواعين وياها. قال له زين. قال له شوف انت قاعد تكنس البيت، اخذ المكناسه من ايدها وانت كمل الكنس. قال له زين. قال له اذا ارادت تطلع برا بدل ما تاخذ تاكسي او تطلع برا بسيارتها، قول انا اوصلك، ليش تاخذين تاكسي؟ ليش تطلعين بسيارتك؟ انا من عيوني انا اوديك. هذا شي يسموه شباب اهتمام، هذا يسموه اهتمام. هذا اهم من ما تقول حبيبتي واحبك، تريد واحد يشعر بيها. رجع هذا الرجل البائس اللي منتهي ايامه واصل لمرحلة اليأس، اجى هذا الرجل شاف المرأة قاعدة تغسل المواعين، قال لي اقول ليش شوية هيك، وقف صوبها قام يغسل. باوعد هيك قاعد ذولا كلاوي الرياجيل ماكو امان بيهم، هيك هاي كلاوات مال شغلة هيك يرد يقشمرني بيها. بعدين راحت تكنس شوية كنست، راح قال عمي انت هلقيت تعبانة اليوم، بس انت انا كنس وياك، اخذ معدها مكناسة وقام يكنس. باوعد قالت عمي هذا بس هيك قشمريات، هاي ساعة ساعتين يوم يومين. رادت تطلع برا، وين طلعين؟ انا وديش بعيوني عمي، اكو هي انت زوجتي، انا وديش بعيوني. باوعد قالت هذا مال يوم يومين، دول رياجيل ما لهم امان. شوف النساء ماخذين فد نظرة سلبية عن الرجال، والسبب هو مجتمعنا المتردي، مجتمعنا اللي ما عنده وعي، المجتمع اللي ما عنده ثقافة، المجتمع اللي ما يعرف يتعامل مع المرأة، ما يعرف يعطي كيان للمرأة، شخصية للمرأة. على كل حال اليوم الأول سوى هذا الشيء، اليوم الثاني أيضا سوى هذا الشيء، اليوم الثالث شافت لا شغلة مو شغلة يعني يوم يومين، ثلاثة أيام أربعة أيام خمسة أيام، يوم السادس يوم السابع هذه الكراهية وعدم الحب والبرود بين الزوجين شنو صار؟ بدأ شعاع النور. وين يبدأ؟ من قلب النتيجة. هذه امرأة، إنسان، إنسان عنده مشاعر، إنسان عنده عواطف، يتأثر بالآخر ولا ما يتأثر؟ طبيعي راح يتأثر، يتأثر بالآخر. شافت لا هذا خمس أيام وست أيام وسبع أيام فعلا ده يتحمل مسؤولية. بدت هي شو تسوي؟ هي أيضا بدت تهتم بي، تدير بالها عليه، ترتب له أموره، تكوي ملابسه، أكله جاهز. خدمة الزوج مو يعني أنت خدامة، ترى انتبهي، ولو هو خط طبخ مو واجب عليك، ولا غسل الملابس واجب عليك. سيقول الشيخ دي يحركم علي، لا مو هاي، بس الله ما موجب هاي الشغلات، هذا من طيبها ومن أخلاقها، شرعا مو واجب. قلت لك الوجوب بس شغلتين، بس أنت عليك هذا. على كل حال سبع أيام عشرة أيام، وإذا بالمرأة بدت مثل ما هو بدأ يهتم بيها، بدأت تبادله في المشاعر، بدأت هي تهتم بي. بعد أسبوعين تغير حياتهم كلها، تغيرت أسبوعين من الاهتمام. رجعت، راد يرجع على ستيفن أركوفي هذا العالم بالتنمية البشرية، قالت له إذا رحت له بوسة في بوسة من خده قولها من مرتي. رجعت حياتهم، تغيرت حياتهم، وصارت حياتهم حلوة، صارت حياتهم عسل. بشنو؟ بالاهتمام. فإذا هذا مهم، الاهتمام بين الطرفين. تحترم هذه المرأة، المرأة رسول الله يقول ريحانة تحترمها. رسول الله يقول إن الله رزقني حب خديجة، رسول الله يتغزل في خديجة. خلي أقول لك شيء، لا تصير واحد ما عنده مشاعر حتى قدام أهلها. حضن زوجتك، حضنها، لا أنا رجال، إيش بيك رجال؟ وإذا رجال قدام أمها أحضن زوجتك، خلي يشوفك أنت تحبها، تموت عليها، هذا يزيد المحبة. احترمها قدام الآخرين، قدرها قدام أهلها. رسول الله لما تزوج بالسيدة خديجة، زين، إجت الجارية قالت يا محمد هذه خديجة تريدك. أبو طالب قاعد، هذا قبل البعث،
أبو طالب قاعد. فلما ذهب رسول الله إلى خديجة، خديجة وين؟ عند النساء. فلما راح أبو طالب صلوات الله وسلامه عليه قال: يا جارية، شوفي خديجة كيف تتعامل مع محمد، ومحمد كيف يتعامل مع خديجة سلام الله عليهما، شلون يتعامل؟ يريد يتأكد أبو طالب من علاقتهم الزوجية. سمعوا زين، الرجولة قلت لك شنو يعني معناتها. فراحت ورجعت تبتسم، قال لها: ها شنو؟ قالت: لما وصل محمد إلى خديجة ضمته إلى صدرها، حضنته حضن. دائما حضن زوجتك قدام أهلها، حبها. إسا قدام أهلك يمكن شوية يثيرهم، بس بعض الأوقات ما يخالف زوجتك هذه. فدائما أظهر المحبة، لا تقول أنا بقلبي أحبها، هذا ما يفيد. أظهر المحبة، أظهر الحنان، أظهر الاهتمام. أنا أحبك بس بقلبي، خد قول، قول أحبك، احضنها، قبلها، أعطيها محبة. هذه شريكة حياتك، هذه شريكة حياتك، وهذه أجمل ما في الدنيا، هذه أم أولادك. أنت إذا احترمتها أولادك احترمتهم. راح تعطيك، شوفوا الآن أعطيكم شيء، هذا ما قارب الكتب، بالتجربة. شوفوا بعض الأطفال لما يولدون باليوم 15 ساعة يبكي الطفل، يبكي بكاء عجيب وغريب. هذا شنو؟ تروح للطبيب يقول شو ما بي، بس يبكي عدد بشكل مو طبيعي. شنو السبب؟ السبب أن الطفل أمه أيام الحمل كانت متأذية. إيذاء الأم أيام الحمل وينتقل لهذا الجنين، لمن يطلع تشوفوا كل مشاكل وكل بكاء. إذن الحياة السعيدة هي حياة الحب. الحب إذا كان موجود بيناتكم فأنتم بخير وسعادة. إذا صار جفاء أعمل أكشن، يعني تجيب لها هدية بدون ما تدري، ودي لها أنت المرأة، جمع فلساتك جيبي لها هدية، اطلعوا مطعم، اطلعوا برا، سافروا مع بعض، روحوا عند الإمام الرضا عليه السلام، روحوا إلى العتبات، قربوا نفسكم إلى الله، قربوا نفسكم إلى أهل البيت. ودائما زور الإمام مسلم جعفر أو الإمام الحسين أو العباس سلام الله عليه أو أمير المؤمنين، ادعوا دائما. الله يجعل المحبة بيناتكم والسعادة بيناتكم، وادعوا لكم بالسعادة والخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.